في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الأشقاء من أهالي غزة، لا تزال شاحنات المساعدات الإنسانية المصرية تصطف على جانبي الطرق والمحاور ما بين مدينة العريش ورفح، وذلك بانتظار الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. وفي السياق ذاته، تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلية في إجراءاتها التعسفية بإغلاق تام للمعابر اليوم أمام كافة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى المدنيين بالقطاع. بعد التحية في هذه المتابعة لتداعيات الحرب على قطاع غزة، نحن اليوم أمام مشهدين اعتياديين. هذه المشاهد تعود إلى أسباب عديدة، وفي مقدمتها هو التعنت الإسرائيلي أمام المشهد الأول، وهو استمرار اصطفاف المساعدات الإنسانية على جانبي الطرق المؤدية من مدن العريش والشيخ زويد إلى رفح، ومن ثم الدخول من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم. هذا المشهد الخاص بالمساعدات، وكما نرى الآن من خلفي اصطفاف للعديد من الشاحنات والمساعدات المتنوعة والمختلفة، سواء من المؤسسات المصرية والعربية والدولية وأيضا الأممية. هذه المساعدات المنوعة ما بين مساعدات غذائية وإغاثية وأيضا طبية ومشتقات بترولية يقابلها التعنت الإسرائيلي. أما المشهد الآخر وأيضا جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، وهو إغلاق تام لمعبر رفح اليوم. هذا الإغلاق منع دخول أي من هذه المساعدات اليوم إلى قطاع غزة، لتستمر هذه السياسات بحق المدنيين في قطاع غزة، سواء من استمرار للغارات وأيضا سقوط الكثير من الشهداء والجرحى، أو أيضا منع دخول المساعدات سواء عن طريق التباطؤ والإجراءات التعسفية. واليوم الإغلاق مما يؤدي إلى حالة الموت البطيء وإجاعة وأيضا تجويع المدنيين في قطاع غزة، وهذا ما حذرت منه العديد من المؤسسات الأممية والدولية من انتشار لحالة المجاعة ونقص في المواد الغذائية والمياه والكهرباء بقطاع غزة. هذا هو المشهد الاعتيادي من قبل سياسات الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول المساعدات وإغلاق المعبر في هذا اليوم. عودة إليكم.